فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حج في العام الماضي ولم يسعى سعي الحج، فهل يسعى في الحج القادم هذا؟ أم لا، يبادر يذهب إلى مكة ويسعى سعي الحج، يبادر إلى هذا. نعم، انتهى يا شيخ. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.